شوف يا اخي الاتقان في العمل ده، حتى عاملين الارقام فيها كسور عشان تبقى محبوك. المهم ان هو لما بعت لها قالت له ان هي زعلانه جدا عشان ما عادش معاها اي فلوس عشان تقدر تدفع مصاريف الشحن، وان هو اللي لازم يدفعه. ولما قال لها ان هو مفيش معاه فلوس قالت له طب معاك كام؟ قال لها انا مش معايا ولا جنيه، وان المبلغ اللي هم طالبينه ده بالمصري حوالي 60,000 جنيه، وان هو مرتبه اصلا 3,000 جنيه بس. طبعا قعدت تقول له اتصرف، ده انا رهنت البيت والعربيه بتوعي وخلصت كل الفلوس اللي معايا. المهم بقى صاحبنا قال لها ده انت نصابها وانا عارف ده من الاول، وقال لها انت عملتي حاجه غلط عشان الفيديو اللي انت بعته لي الفلوس اللي كانت في الخزنه كان في خزنه فيهم فيها دولارات والخزنه الثانيه فيها ين ياباني، واداها شتيمه يا معلم من اللي قلبك يحبها. وقال لها كمان ان هو شاف قبل كده بوست على النت بيحذر الناس منه. قالت له انت عشان تعمل فيا كده انت اكيد مريض نفسي. وقعدوا يغلطوا في بعض وهي قعدت تهدده ان هي معاها البيانات بتاعته وكمان صور. صاحبنا ده ربنا سترها معاه وما حولش حاجه، بس للاسف في ناس كتير بتقع في الفخ، خصوصا ان الحكايه محبوكه قوي، شركه شحن ومكتب محاماه وبنك وواحده بتكلمه. حاول تحذر الناس على قد ما تقدر.